بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت لطيفة يا شيخ تسأل تقول سماع الدف الزوج لزوجته مثلا. والله هذا يعني الدفوف نوع من أنواع المعازف، وقد جاءت الشريعة بإباحتها في مواطن خاصة، ومن ثم ما عدا تلك المواطن ليس من الأمور التي يستعملها المسلم. ولذلك بإمكانهم أن يلهو الرجل مع امرأته بأمور لا إشكال فيها ولا يوجد خلاف فيها، وبالتالي يكون ذلك أدعى لحضور الملائكة ولابتعاد الشياطين عنهم، ومن أسباب استقرار وألفة كل من الزوجين بالآخر. نعم.